في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو اولا غادي نجاوبو على واحد السؤال ديال واش ليكونومي سهله او لا صعيبه. واحد النسبه كبيره ديال الطلبه ولا لي زيتوديون اللي كانوا قراو اس في تي ولا بي سي او لا شي تخصص اخر في الباك قبل الباك ملي طلعوا لافاك داروا ايكونومي و تيسولو واش ايكونومي صعيبه ولا سهله كيفاش نقدر نتعامل معها. فهاد الفيديو هذا غادي نشوفو نجاوبو على هاد السؤال هذا وغادي نوريكم شي حوايج اللي خصكم تعرفوها باش تقولوا واش ليكونومي سهله او لا صعيبه. كيف ما قلت لكم الناس اللي كيديروا ليكونومي في لافاك مخلطين، كاين اللي ديجا قرا ليكونومي في الباك والسيزيام هذوك في العام الاول العام الثاني ما كيجيهم داكشي ساهل حيت داكشي ديجا قراوه وما كنهضروش عليه. الناس اللي عندهم اللي تلقاو مشكل اللي كانوا دايرين بي سي و اس في تي ولا شي تخصص اخر كيطلعوا داكشي كيجيهم جديد وبحال هادشي كيطيحوا مع الناس اللي ديجا قراو ليكونومي وكيحسوا براسهم شويه ضعاف وكيفاش يديروا مع الريتم ديال لافاك. دونك كيفاش خصهم يتعاملوا اللي خاصهم يعرفوا ولا اللي خاصكم تعرفوا هو انه في ليكونومي العام الاول والثاني هما اللي شويه صعب حيت فيهم لا باز اولا نتوما يلاه كتكتشفوا ديك التخصص العام الاول والثاني ولا اس ا اس 2 اس 3 اس 4 هما اللي شويه صعب، من بعد اس 5 اي 6 تكونوا ساهلين حيت لا باز باش تشدها كتجيك شويه صعيبه مقارنة مع شي واحد ايكونوميست اللي ديجا قراها عامين هو تيقرا. دونك في الاول غادي تجيكم شويه صعيبه، غادي خصكم دير واحد المجهود باش انكم تقدروا تقادوا مع دوك اللي ديجا قراو ليكونومي. كيفاش خصكم ديروا؟ كاين في ليكونومي كاين جوج ديال الانواع ديال المواد، كاين النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول هما دوك المواد اللي فيهم لي كالكول، كاين غادي تلقاو المات مات فينونسيير، تقدر تلقاو البروبا لي شونتيوناج الكونتابيليتي الميكرو ايكونومي. هاد المواد هادو الاغلبيه ديال العلميين ولا اللي كانوا دايرين بي سي اس في تي في الباك ما كيوحلوش فيهم حيت فيهم علاقات فيهم دي ريغل فيهم واحد العلاقه خصك تطبقها سي دي كالكول. دونك الا عرفتي القاعده خصك تعرف القاعده وتطبقها وصافي. دونك هادو ما كيوحلوش فيهم بزاف. فين كيوحلو؟ دوك المواد ديال اللي فيهم الفهمه وفيهم الفرونسي، وخصوصا الناس اللي كانوا دايرين بي سي و اس في تي كيلقاو مشكل ديال اللغه وشي كونسيبت اللي كيجيهم واحد الحاجه اللي هي صعيبه كيفاش تقدر تتعامل معها. وهذوك المواد بحال مثلا الماناجمنت لانتروديكسيون ليكونومي بحال هاد المواد هادو خصك تفهم غير لا تيوري، خصك تفهم لا تيوري، خصك تفهم ديك لا تيوري تفهم لو كونسيبت ديالها مع شويه ديال الفرنسيه راه تقدر انك تسلك راسك وتفهم ديك لو سونس. حتى في الامتحان كيفاش تيكونوا اغلبيه تيكونوا سوا دي كيسيون ديريكت تسولك سؤال مباشر اولا كتكتب ليه واحد بحال قلتي بروديكسيون ايكريت على واحد لو سوجي، يعني غير شويه ديال الفرونسي تفهم داك لو كونسيبت فهمو ماشي حفظو فهمو باش ديك الساعه تقدر تعبر بالطريقه ديالك. دونك هادو هما جوج انواع ديال المواد، مواد ديال لي كالكول مواد ديال الفهم. الحاجة واحدة أخرى باش تجيك ليكونومي سهلة وماشي صعيبة خصك تاخدها بحال قلتي كستيل دو في، يعني ليكونومي داكشي اللي كتقراه راه كاين واقعي. مثلا داك الكونتابيليتي اللي كتقراو دوك لي شيفر راه كاين واقعي، إلا مشيتي لشي اونتربريز راه كتلقاها كتخدم بنفس لي شيفر. دوك لي كالكول ولا دوك العلاقات اللي غادي تقراهم في الماكرو ولا ستاتيستيك راهم كاينين، غادي تمشي مثلا شي ادمنستراسيون غادي تلقاهم لي طاولة الدولة كتخدم دوك لي ستاتيستيك ولا دوك المعادلات، يعني داكشي راه كاين. حتى ملي غادي تفرج في الاخبار النشرة الاقتصادية راه تيقولوا داكشي اللي كتقراو، يعني شي حاجة ملموسة شي حاجة اللي كاينة في ارض الواقع ماشي بحال الماط والفيزيك كنا كنقراو شي حوايج اللي بحال قلتي في السماء ما تنعرفوهم ما كاينينش في الارض الواقع ما كنقدروش نقيسوهم ونشوفوهم بواحد الوتيره كوتيديان في النهار ياك.
الايكونومي داكشي اللي كتقرا تقدروا تشوفوا واحد الطريقه اللي هي كوتيديان في الحياه اليوميه ديالنا. دونك حاول انك تفرج في اخبار، تشوف دي فيديو، باش انك داكشي اللي كتقرا كتلقى على ارض الواقع وتفهمو اكثر مزيان. دونك هادو هما الحوايج اللي غادي يرجعوا ليكونومي سهله، او فوالا غادي يرجع لك سهله. الى بغيتو دوطخ كونساي راه فايت لي درتهم في واحد البي دي اف، الى بغيتي ديليشارجي غادي نخلي لك واحد لو ليان في لا ديسكريبسيون كليكي عليه. عندكم دوطخ كيسيون تقدر تقولهم ليا في لي كومونتير. اي جو دي بون كوراج.